مشاعر وهبي يا هبايب، ما خلقنا للمواقف الضعيفة. حياكم الله مشاهدينا في مسابقة أفضل عرض للبل لوارك في منطقة كيزان. طبعا معنا المشارك الدكتور حوذان بن سلمان الجابري. مرحبا يا دكتور. الله يبقيك. طبعا المسابقة تهدف الى اظهار لوارك، بلا لوارك ان تفاجئنا ما شاء الله تبارك الله، شفنا كميه الحلال مع الناس المهتمين فيه، لكنه مغيب اعلاميا وبعضهم منزله يحكم عليه، تحتم عليه الشيء هذا من المناطق الجبليه والوديان، وانت من المشاركين. الله يحفظك يا ابو سيف. اول شيء حياكم الله في هذا اليوم المبارك، ما شاء الله الممطر، وسأل الله ان يديم علينا هذه النعمه. آمين. وان يحفظ بلادنا. آمين. بلادنا ويحفظ ولاه الامر. امين. لما فيه الخير. ثانيا نشكركم والله، نشكر قناتكم قناة العساف، ونشكر كل من يقوم على إظهار هذا الموروث الطيب. أنت يا أبو سيف وأبو حسن، وكما سبق الأخ أبو حسن أبو حمد أبو سند وأبو حسن وأبو نعم. سيف نعم. كلكم أظهرتم هذا الموروث الأصيل الطيب، وحنا والله طامعين أنه يكون يوصل إلى المكان اللي يستاهله، وأنها تأخذ لها نصيب مثل ما سبقها الأنواع الثانية. نعم. وإن شاء الله بإذن الله أنه يوصل صوتنا لنادي الإبل، وأنهم يشوفون الأوارك على منظرها الطبيعي وعلى طبيعتها وعلى جمالها، وأنها تأخذ حقها بإذن الله. بإذن الله. اللي باقينا أنتوا يا هاللوارك. إحنا جاهزين ومستعدين، وزي ما أنت شايف وبين بنا وبين حلالنا، والله يكتب اللي فيها الخير. آمين. وش أنتم مشاركين به؟ والله انا مشارك، عندي عرض اليوم من الجل، وعندي من الدق، وعندي من البكار، والحمد لله الله لا يخسر مسلم. آمين. واسال الله ان يبارك للجميع. امين. وهذه منافسه شريفه. صحيح. ومنافسه حبيه، ولكن اذا نحمي الوطيس. نعم يا ابو حسن، تراك رايح، لا عاد تقول لي الاول ولا بنقص هذه الاصبع وجايينك. والله نتمنى نشوفكم ان شاء الله في الصياهد. الله. وابو سلمان الشيخ فهد بن حذين طبعا يتلمس حاجة أهل اللي بكلها، ولا بقى إلا أنتم يا أهل لوارك، وإن شاء الله نفتح لكم شوطهم وكل خير قريب، لكن يبغون يشوفون أعداد الأعداد اللي عندكم الهائلة. عندك إحصائية ولا عندك؟ والله الحمد لله، والله الإبل الأوارك من جازان إلى الساحل إلى محاي العسير إلى ممتدة إلى نجران، ففي أعداد كبيرة، ولا فتح الشوط صدقني بيجونك، وترى محبينها وعشاقها كثير. صحيح، وجماهيرها كذلك لها. أيوه. جمهور بعد. فان شاء الله باذن الله انه يجي خيرها باذن الله. احنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونشوفك مع المتوجين ان شاء الله. الله يحفظك ويبقيك. شكرا دكتور. بارك الله، واشكروا على جهودكم. كليفة تأساميها ما ناخذها نهايب، حاشمين البل الأسماء السخيفة. غني يا شاعر وهبي يا هبايب، ما خلقنا للمواقف الضعيفة.
يشجعوا هاللي يسدون النوايب، الرجال اللي نواياهم شريفة، طهروا زين الحلال من الشوايب، ما يروح بالوشاح إلا نظيفة، التنافس بين زاهية الجنايب، والرقم الأول ما يقسم بالنصيفة. تأساميها ما ناخذها نهايب، حاشمين بالاسماء السخيفة. غني يا شاعر وهبي يا حبايب، ما خلقنا للمواقف الضعيفة. كليفة.